وفتي بلارن وحكامين أيو مدحونا سومالي لان أحمد محمد محمود سيلايو أيا سي بلارن لوغو سود وي مغالا دا برعي حرون تقوب القطوك دير مسولين تقوب القطوك دير كويد دقمد برعو قيبها كالدويني بلشوين تقودغان مغالا دا برعو أيا ديغان كاقويتو والله باتن كيلومترو جرتا مغالا دا برعو كغور تيغي وفتيغان وحكامين أيو مدحونا سومالي لان سفر كان أيها وحا مدحونا سومالي لان كوه هلين أيا حبنا كميدا قوليه سوى سيريدا أيا سيدو قلي حلبانا كاتير سنقولها قورتي دا سومالي لان مركي وسوى قاري مدحونا سومالي لان أغلق مرتي دا يقوبل كتوك دير وحاو سلان شرف كغاتي عطوبية كاتير سن عيدا مدى قلب كسيدا يا سومالي لان أفاين كمدح تويوتا سومالي لان حسين عيق الدير أيا كور بحيي سفر كمدح ويناء سومالي لان كوي يمي مغالا دا برعو إساقو سيدو كالانا الشيقين مدح ويناء سومالي لان أكور قلي دونو أباراها باسن أي كلوف تيقو بلادا باريكا سومالي لان إنو أكور قلو أو سيف رسمية أوغر رسمية أو كهلو أرمها أباراها أفرت قبل باريكا سومالي لان أو أه قبل ساحل توقدير سول يسناق إن مدحوينها يفتقيسو أي سو إن دايان أو أي سو فرميران أو أي سو مرمان إيغان حالات رسميغا سامانت رسميغا أبارت أي كويا لتي دادية دنيا با إيو سيدي قرمد مدايسان أو يتاغيرو لوغوس جيسان لها دادك أباروه أي وحيا ليين أي سفر مدحوينه دارين هاي مدحوينها جمهورية دا سومان لان إساقو جعل إنو دادكي سلاقي بصدو درين كان حنون كاله ee kaantay dhacdada dabiiciga abaaruhu wuxuu waftigiisan balaaran ugu soo kicitimay inuu umadiisa la wadaago u kuurgalo u soo arko dhibaatooyinka guud ahaan ba abaaraha ka yimid iyo sidii loogu sameyn lahaa gurmad nidaamsan gudida gurmadka abaaraha iyo taakulaynta ee qaranka ayaa xubno ka mid ah la socda madaxweynaha wasiir badan baa la socda sida wasiirka madaxtooyada wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka waxbarashada murugada koowaad ee qaranka wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta run ahaantii waftigan madaxweynuhu saaka ka soo kicitamay magaalada madaxda jamhuuriyadda soomaaliland hargeysa wafti ujeedadiisu ay tahay keliya inuu qaranka mas-uuliyaddii uu hayay ummadda abaaruhu ay saameeyeen uu soo arko uu soo indhaindheeyo wixii caawimo loo geyn karo na uu caawimada loo geeyo caawimadii qaar ayaa soo baxay oo ilaa 12,000 oo qoys ayaa lagu qaybiyey gobollada bariga soomaaliland laga bilaabo berbera ilaa barigeeda ilaa dhowr iyo 30,000 oo qoys raashinkii iyo biyihii lagu mutaqaana caawin lahaana waa diyaar khaliil barra uraan shabakada caalamiga ee burco online magaalada burco